هذا حيوان بحري، قنفذ البحري يا شباب، يتواجد أكثر شيء ما بين الحجار والصخور. احذروا أشد الحذر للسباحين أو حتى اللي عندهم عوائل يدخلوا ما بين الحجار والصخور، لأنه الشوك حقه سبحان الله حادة جدا، وإذا دخلت في اليد سرعان ما تنكسر وتسبب ألم شديد جدا. كيف طريقة استخراجه لو سمح الله أصابك في يوم من الأيام؟ طبعا هذه إصابة اليوم قنفذ بحر، والله ماني قادر أحرك يدي من قوة الألم. شوفوا كيف إصبعي صار. طبعا الحين بحط له زيت وشوية على النار. شوفوا سبحان الله كيف تطلع، جالس يطلع. شوف كيف سبحان الله.